السلام عليكم شباب، شلونكم؟ يعني شباب، زوجتي 72 وزوجتي 11، طيور مرتبه وراقيه ونظيفه، كل طيره وفحل مصبغات لون. البيع الزوجين سوا شباب، طيور يعني خاليف مو كبار. هاي طيره شوفوها ما شاء الله، هذا فحل، هذا فحل، هاي طيره. طيور كلش راقية شباب، ما انطلع طيور كلش راقية شباب. الزوج 125، الزوجين نهاية 200 ألف. شوفوا من الأخير، شوفوا الطيور زين، شوفوا زين شباب، وانتبهوا على المقطع واضحة. ما اجي خابرني يقول لي صور للعين وهالسوالف. هاي الطيور صور للعين، شنو زين. خليكم رقمي اللي يرغبون خلي يتواصل يعني. شباب شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله جميع بخير، تحياتي لكم جميعا. طبعا طشار ما تور، وهاي زبيرية غريبة بصفر. هاي حجاية تتحوط، انا ما يمي اكل فدا اسوي لهن، بس محططين غريب، محططين غريب الصور شباب. هتقول لي شلون يمدد محطط غريب؟ جيراننا هذا طير طيور، وجدت كومة من انا ما تور ذيك، يشوفوها هذيك حتى تحكي شهادك وياك. فهو هذا طير وانا طير، فانا قلت انا لا شنو مو همين اطير، طيرت. فمن طيرت فوقت هنا انا شوية طيور اطشت، كان يجي فحل بزرق صدر وذيك طب ويا الطيور. المهم ظل شوي راوس راوس راوس، قلت له تعال اعطيك فريق بس حط. المهم منا والله شان قال الطير، حطت محط. هسه انا وجهه ما دا اشوفه، بس دا اشوف طير بحلقه على صفار. ما عندي حلقه عمي، انتي الحلقه مو مالتي، هاي الحلقه مو مالتنا، فهاي خليه ينزل ويعرف عن نفسه دا نبتدي في الموضوع. هذا حط هنا اتصور فحل صدر وديل عيون سود بزرق. وهذا الولد لو تلاحظون كل ما نلزم من عده طيور طيوره بيها ايوه سحب. شنو شوف شوف تحرك من حالها، اي مو طيرنا شباب، مو طيرنا والله، مو طيرنا. عرفته عمي، قلنا لكم خلينا نحلق شباب الطيور، بس هذا طفل عليه، هو جاي محلق روحه، عرفنا مو طيرنا. في حلقة كبرى اللي يقول محبس، اكيد مو طير حبيبي، او طير مغلوق، طير مغلوق شباب. هذا تشوفوا مو مغلوق، قلب قوي هذا، يا تشوفوا هذا، انزل خلي له حلقة كبرى، خلي رافض ارافل شويه، صارت تعديلات طير العلاج وياها، هذين طلع لنا ارافل مالتنا ثلاث اطوار، وطير العلاج الثانيه وبقيت على ارفلي باسود، شلت الشذريه اللي كنا طابقيها عليه ذاك المقطع. شوفوا هذا الفحل، شوفوا شباب هذا مو طيرنا، هذا شوفوا حلقته ايش كبرها، يقول واشر مال مبرده. انزل لك، لا تدعي انه انت نجر، شكلك مو مال نشر، تعال ومال حروب، انزل سلمها، احسن منك سلموها. اي ول تعال تعال تعال، ولا ويك احسن لازم اقبل وبايعك. هو هسه مشكلة يقول لك انا جاي من هنا، انا تعطيني دخن وما ادري شنو، اعطيني مخبوط ثقيل، انا قطارك. هذا شوفوا شباب اللي بالنص، هذا هو عليه العين ولا اللي هذا حتى في حلقة، هو لو ما الحلقة مالته احنا ما نتعرف عليه. فنتمنى من كل الجناية دار مدارنا تلبس طيورة حلقات مميزة، حتى من تحط يمنا نعرف انه هذا الطير مو مالتنا، لان احنا طيورنا ما نكشف ما نعرفها، من نباوع بالوجوه ما نعرف هذا من ذاك منه، ما لنا ما ندري.
يلا يا خيي تعال. بس حلين فاتحين كاميرا ولا ما ادري. عافية. شنو انت عم غريبة؟ تحافظ شكلك حافظ. اوه راح يشتغل هذا الفحل. باقي عندنا فوق المكعكل والبرايجن مالتنا، تعرفوا البرايجن هذا اللي يطير هواي القديم، وهذا الفحل اللي يفار عليه. قولي دخل لا تضحك علي يا ابو والله ثقيل جوا، هسه نجيب لك بس تعال انزل. صارحني تجي تطير، شو وجهك انت ما ادري شلون. لا هو يريد يطير، عم هذا يريد ثقيل هذا. هذا شو شده ثقيل، بجيك تعال اشوف حشتك شنو. تعال 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 بجيك، بجيك موجود دول كذا هم مفتوح. هذا ثقيل، هذا ثقيل. ايه هذا بجيك دور دور بجيك لا انا دور بجيك عم تعلم تعلم على غلط. والله غير الدخل ما ماكلت بحياتك. قبل اجي اسلمها شوفوا هذا الفرق. ايش نقول لكم شباب؟ هاي الجونيه مالته ب 30، هذه ايش الجونيه ب 15، هذا الفرق. بيك شقاف عالميه، بس انا اريد انزلك جوا واريدك يعني انت تطب من حالك، لان ما ابي حلق مضروب شقاف. بس راح يصير عندنا فراره، وهي شنو هاي العوده تتحرك، فراح واحد يوقف عليها يقلبها وتنتهي الحلقه ويموت البطل. شوفوا 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 شلون قامت تتقلب بالهواء. تريد اقوم اشيلها. صبروا شباب ليش نضيع الطير مال حرب؟ والله حرامات، والله لو ما مال حرب اعوفك خلي تولي. شوفوا وين اسوي. وهذا رقم ازور رجع. يا سلام ما تقدر لي لك يوتيوبر تقدر لي؟ لا والله ما تقدر لي. ما فادتك هاي الحلقات الالوان اللونين؟ ليش هيك ليش؟ ليش قلنا؟ العمر بعد ما يسمح تجازف وتجي تحط هنا أنا. لا غلط. تعال ليش؟ تعال طب. عين الارافل البلاج بحكي علي على صاف طيره وفحل. مشنها علي لمدة اسبوع هناك. شوف قال يا ابو طواير ترى هاي شنو اتفقنا وطيرة وفحل وهالامور هاي. قاعد والله بعد ظروف. المهم ف طبقنا وحده من الطواير. شنو الشذريه؟ قلنا شنو الخربطه؟ شنو الشذريه على رف اليم؟ بس هاي حتى عيب، عيب من الجنايه. طبقنا هذا البسود مالتنا على هاي الطيرة، عسى ولعل انه نوصل الصورة تحلو وياها. اي شباب خلينا نطير الرافل شوية. طبعا عندنا زوج انفكسات. استشرح لكم القضية. بوكسات وانا دا اخذ جولة، دا اخذ جولة جوا يم برج التور. شوف هاي الكرتونة شباب مزاج شلون حلو. هاي كرتونة مال نقل مال طير واحد. شوف العلبة مال الحلويات. فاكو من الارافل زوج مفكسات حتى عدل
فدا اقلب يم التور كان القى هم فرخ هستوى مفقس من يم التور. البيت جوا هاي مات عاش مات ميت بس هم اعرف يعني هم من قال اقشم الاخير ميت. شوف عين هذا مفقسات وهذا زوجي الثاني هم مفقسات طلعت بنتي هاي من الازرق هاي خال جواها بيضتين هاي مفقسة يعني فاتح الفرخ بعد ما طالع. هسه لازم احنا نطلع هذا شوفوا وضعيته لازم احنا نطلع لان هذا يبقى الباكر يموت. رحت شباب وحولته هنا جوا هاي حتى جوز خاف هاي من الازرق مزق. شوف هاي الاراف الغريبة هاي الاراف الغريبة شوف هاي الاراف مالتنا يا الله شوف شوف هاي الاراف الغريبة والله هاي من السلافر الاحمر عشان هاي هذا مستحلف لنا شو عم قاصه بوجهها هاي لو خابطنا الا يغلط لنا ويطلع بوجهها فما تعرفنا النقص اختيال فشي ما بينا حل. انا مطير الجديده ويانا همي انا مطير وين المشتف وين الجديده ايوه مع المشتف وين ده يطير هناك تعال عمي تعال حطن هذا المشتف يجي هياته ورا الجامع هاي زيني عافية 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 شوف هاي شلون حطت خرطة بالطيور قبل خرط المشتف اجى لقف لقف هاي جديدة حطتها ياتا مو هي هاي جديدة شوفوا حتى حطتها غلط هي هاي جديدة هاي هذا المشتف بروحه هذا المشتف يراد له بعد شوية كم يوم يقوى وهاي امين بعد له كم يوم تقوى والله البارحة بالكسرة والبارحة البارحة رحت المريدي كنا قاعدين صاحبنا احمد انا وطارق وانا صاحبنا رعد انا بروح اروح المريدي نشوف شكو ماكو ما رايح لان صراحه يعني المريدي اقصد السوق مال الطيور وهالسوالف احنا ما كنا رايحين على السوق مال الطيور بس شايفين واحد على تيك توك ينشر ذني الطيور الاجنبيه المستورده الطيور الكناري وهالسوالف الشغلات الغريبه فما ندلينا المهم فاني بمريدي خاورت مولد من اهل المدينه قال يابا لزمت منك تيدي قلت والله انا ما مطير قلت له جزء من القديمات مالاتي فقال لي يابا اي اذا تريده موجود قلت له انت وين؟ قال انا بالفلاح قلت له سبحان الله قلت له انا بالنسبه لي بعيد عليك بس حاليا اني كنت ما طالع كنت بالشعب قاعد بعدني اتغدى قلت له انا بالشعب ونص ساعه ساعه اروح لمريدي قال لي تعال انا قريبا على مريدي قلت له رحت لي غاد وصلنا والله عيني خابرته قال هي تعال اوصل لمريدي يم تشوف الطيور انا اجيب لك اياها قلت له ترى فكاكه قال هي فكاكه جيب لي زوج طواير واخذ تور قلت له لا عمي اعطيك 10,000 وروح انت شو تسوي سوي قال يلا براحتك المهم والله وصلت دقيت له جاوبني قال لي هسه دقيت له مرت اللوخ قام ما يجاوب دقيت له مرت اللوخ قام ما يجاوب معود بالغير ما يجاوب جيت خاف لونه صار عنده ضغط المهم قام ما يجاوب شكل خابرت لعد قلت لي يا بتعال تعال خذ طيارك انا ما متعني له صراحة يعني حتى واحد يحكي لي له علي ما متعني له بس انت يعني صرت بدرب بعد تفهمون هو صار بدربنا المهم علي هاي عاد بالعشرة بالليل خابرني هاك وما جيت على الطير انت تصدق تحكي جيتك المهم حبيبي يلا منك رحمة الله زيك مالك هاي مرة همين هاي قبل فترة هم ولد لازم طير من يمي بس ما هاي شو يقول لي بالنهروان يقول لي شنو هذا خوش طير زقة والله خوش طريق حتى تنقال ايش ما ادري هو مستورد قال يلا العداني ازقك محلق وادز لك اياه قلت لا لا عافيه عليك روح الله
ماكوش قابل. لو واحد والله العظيم شباب طيت طيره مال السباق مات اللي لياني طيت 20 بيها، يعني وشين قيمتها؟ طيت بيها وشلب بيها وشلب بيها وغلسها وغلسها. هو اكو شيء حالات سلبيه عادي، حتى لو تحط فوق مو مشكله، لا تحط بس حطنا فوق وين ما تحطنا حطنا. بس شوف شو عالي رافل شلون خطفتنا، لازم ناخذ حذرنا عمي. بس مو يعني انا اقول لكم والله الجوز لو متخابط وياه ها وشامر تنواله خارط بالطيور جوز لا جوز يحطه من مالاته يمنع، يعني تصير هاي الحالات خصوصا بالارفلي. الارفلي يخرط قبل يسلمها ما يدري بروحه شو الموضوع. شباب عيني راح احبس التور وراح احبس الارافل ونطلع التيادي تمام، بس الفرخات جدت والفرخات القديمة هاي شوف مسويت لنا صبغ شوية، نريد نصبغ لنا 8 فرخات ونفتحهن. يلا راجع لكم شوية شباب، فزع لايكات ترتيبات. وقبل لا نصبغ التيادي باع صار جت طيور صاح ولد لي غاد حربنا طير، جت طيور تفر 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 فاني يعني ما ادري فطيرت الطيور سبحان الله كانت تطب بيها. شوفوا ذاك كنا رجع للتلافه تمام. هسه شنو ويانا احنا؟ والله كل شيء ما ادري شنو ويانا. ها هسه هذا جو الطيور مو مالتنا، هذا مو مالتنا، واحد هندي هذا بصراوي ما شنو مو مالتنا. ويانا فد اربع احتمال، ويانا فد اربع احتمال، تعال حط تعال ويانا احتمال فد اربع شباب. الفره شوفوا ذني هسه هذا مو مالتنا، هذا مو مالتنا، هذا دارسيني ما دارسيني ما اعرف، هذا مو مالتنا، هذا البصراوي ما شنو. شوفوا هو شال طيوره جت تفر 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 على شيء ثاني مالتنا. لما نروح جن يعني حطها طيح الله حطها بعد ما هسه اثنين دا اشوف بعد اكو غير شي ماكو والله ما ادري. هسه لو مصبغين كان عرفنا الدرس. هذا مو مالتنا، هذا يحط بصراوي، هذا يمكن بصراوي هذا. ها شي شي طلع هذا مرة هذا العبيض، هذا بقوي هذا الابيض مالتنا، واحد ذاك اللي دافن وياهن. هسه ذني ما اعرف الهندي صاعد فوق همين. شوفوا صعد صعد هذا يا الغريب صعد، شوفوا هذا صعد صعد ويا الابيض لان خواته صعدا فصعد. طبعا خمسه ما ادري سته ويانا ما اعرف. هسه احنا هسه هاي الهوسه اللي حطت حط شي وياهن لا ما ادري والله. استوني بديت قلت دا ارتب شغله التيادي. شوفوا ذاك راح يطلع طلع راح الراعي راح. هذا هسه كان يحط سبحان الله، هسه كان يريد يحط الحطه شان روحه صار بالغيم. شوفوا هذا الاخم بدا يطلع، شوفوا لان طير يحط قبل الطيور طلع راح. شوفوا شلون يسجنها، هذا ايش فيها الكاميرا والله عجيبه. شوفوا 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 شلون يسجنها راح 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 عند الراعيه. بس الصبر بقى ويانا تهار نذي المصبغ ما ادري ما اعرف الا يحطني يا الله. والله كل شيء ما وياهن يمكن، بس قلت لكم كانوا وياهن في الاربعة خمسة يعني معقولة طلع عن كل شيء. بعد توري شلون صاير بها جناح؟ والله لو فارديه هذا الاسبوع 10 ايام كان نقوم نفتحها الصبحيه بالخمسة ونص تروح تقصقص تونسنا. هن طارن، هن طارن، هن لو ما طائرات لنجني فرن عليك كيف كان، لو قبل حاطات كان حطن. ليش هذا دارسيني اليوم شنو هذا؟ هذا مو مالنا.
هذا مو مالنا الدارسيني، هذا الدارسيني مو مالنا، حسن توقعته مو مالنا. هذا شوفوا هذا، هذا 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 الابيض، هذا الابيض شوفوا، هذا الواقف فوق الطيور، هذا يمكن مو مالنا. هذا اول واحد، هذا مو مالنا الفحل الازرق، يمكن مو مالنا هذا الفحل الازرق، اي مكعكل هذا مو مالتنا. اها هذا مكعكل عيون بيض مو مالتنا، حاط مكعكل عيون بيض مو مالتنا. وهذا الثاني اتصور مو مالتنا، هذا الدارسيني شوفوا يريد يطير، هذا انا ما اتصور عندنا هيش طير، بس حاط مكعكل عيون بيض. حط مكعكل عيون بيض 100%، مكعكل عيون بيض مو مالتنا. خليها هسه ينزل، خليها ينزل. هذا اكو اثنين يمكن طلع عاليات، شفتين؟ اي هذا واحد نزل، وبعد الاخر بس خليها انزلهن، دني هسه انزلهن. هل حكايتكم لو المحطات ماكو؟ يمكن راح اشيل المحطات، اسوي محطات صغير بس لل على قد اتيادي، يعني خلي احاول انزلهن حتى نشوف. هذا وين المكعكل؟ هسه شفت واحد مثل هي ذاك مكعكل مو مالتنا، هذا ديفار علي الهندي، اي مو اقول عمي، هذا شوفوا ديفار علي الهندي. خلي انزلهن شباب ثواني، يعني هذا الدارسيني انا شاك بموضوع هذا اول طير، هذا شاك بموضوعه، بس ذاك 100% مو طيرنا. هسه جيب اللي ينزلهم، هذا هم مو مالتنا، هاي شنو هذا؟ هم مو مالتنا والله شباب، هذا مو طير، هذا بعين البيض مو هذا ورا، هذا شوفوا هذا بعين البيض باكستاني، هذا مو طيرنا. هاي ثلاثة حاطة، ثلاثة وما اعرف يمكن اكو بعد. هسه خلينا ننزل ونشوف هذا شو مرة تطير بالضورية، مو تدري ما طالع لي شغلاني. خلينا ننزله عمي، والله هذا الدارسيني يمكن مو مالتنا. دينزل بنات البحر، ما ادري انا شلون اتعامل وياه، والله ما اعرف، ما سمعت حجاري من قلت شيل لهذا. عيني هسه ثلاثة يمكن حاطت، ثلاثة اللي ادري بيهن، احتمال اربعة، واحتمال من حط طلع عن خمسة، واحتمال يصيرن ستة، احتمال سبعة، احتمال ايه جزء كله غربة. شوف طلع من برا زين، طاب هنا انا غريب، بنفتهم هسه اثنين عيون بيض 100% مو مالتنا، والدارسيني عندنا شك بالموضوع. الدارسيني هذا مو مالتنا عمي، مو طيرنا. ننزل هذا مو مالتنا اول واحد، شوفوا هذا نزل على اكل، دق رجله وقمص، دق رجله وقمص مرتين ثلاثه. هذا شوفوا مو طيرنا هذا الدارسيني، خليه يفتح البيبان. عيني يلا البقيه رحمه والدته، نلزم واحد واحد مو مشكلة. هذا نزل، هاي شو وقت سلم هذا؟ تعال طوها تعال، بس الدارسيني، الدارسيني نشر، الدارسيني كلش نشر. شو 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 يريد يطير طوان. شباب عيني هاي اثنين لزمت تمام، وبعد عندنا المكعكل فوق، ما اعرف اذا اكو بعد شيء او لا ما ادري، بس هسه حاليا هاي اثنين شوفوا، الدارسيني هذا وهذا الفحل بعين البيض. شورطك
طبابك للمدينة مو هاي المدينة. خلي هسه بس انزل هسه عندنا المكعكة العيون بيض فوق وبعد ما اعرف شنو خلينا ننزل برا البقية. يا تعال نزل عندي كافي. نزل المكعكل يمكن نزل المكعكل ماكو فوق المكعكل طار وما ادري بيه والله ما اعرف نزل. انا اقول لكم دولي ما ياكلون طيورهم شباب. موجود هذا المكعكل موجود نزل عيون سود لو بيض هذا حيات هذا شوفوه يتعارك على الاكل هذا ياد عيون سود عيون بيض لا عيون بيض ما شفته مكعكل عيون بيض وعلى هندي شلون مفيطر فوق وخالد يقول انطيني عن كل عقله وين مكعكل لك يا ولا ظل اركض وراك وين راح؟ ها هاي اضربه شقاف كمان شباب غير ختامية هاي شباب غير ختامية شلون مقطع صار هذا شلون مقطع صار قاعد انت وقع كلتك هسه ثلاثة بعد ما ادري اذا اكو شيء ثاني او لا بس هسه ثلاثة وبعد ما اعرف يعني اذا طاب شيء ما ادري بي والله ما ادري بس هسه ثلاثة اي شباب خلينا نقفل المقطع يعني والمقطع الجاي ان شاء الله نبلش لكم بالتيالي لا تنسوا لايكاتكم ترتيباتكم ان شاء الله نلتقي بمقطع جديد تحياتي لكم جميعا.